نجوم فريق كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كل الألعاب الجماعية والفردية. النهارده كان يوم رائع ومميز جدا زي ما بنقول، مش جديد ومش غريب على عائلة النادي الأهلي النهارده ان تكون كلها متواجدة مع مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم أكثر من رائع. بننتظر إن شاء الله من كل الفرق الرياضية مزيد من البطولات هذا الموسم، إن شاء الله يكون موسم رائع وموسم جيد وموسم مميز جدا بالنسبة للنادي الأهلي. كمان يمكن زميلنا أمير النهارده أسمع منك النهارده كلمة النهارده تقول إيه بعد اليوم المميز والرائع ده، لأن على ما أعتقد النهارده التجمع ده لأول مرة بنشوف النهارده على ملعب مختار التتش مع الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه. صح يا كريم، الواحد فخور جدا انه اهلاوي، بيشوف منظر جيد جدا، احتفاليه اكثر من رائعه، تواجد مختلف الالعاب اللي حققوا بطولات كتير جدا على مدار الموسم الماضي، ده شيء جيد وشيء دافع بالنسبه لهم في ظل تواجد كابتن كبير زي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. كلماته ورسائله اكيد كانت مهمه لكل اللاعبين اللي كانوا حاضرين وموجودين، فاكيد ان شاء الله نتمنى يا كيمو دايما كل التوفيق لمختلف اللاعبات في النادي الاهلي، وبالتحديد كمان كره القدم. احنا ولا حاجه بس طبعا. كره القدم بقى لنا فتره ما بناخدش بطوله افريقيا، ان شاء الله يكون دافع قوي بالنسبه لهم بعد فوز مهم على فريق تاون شيب، وانت عارف ان شاء الله يكملوا هذه البطوله ويقدروا ان هم يحرزوا هذا اللقب الغالي يا كيمو. بناخد طبعا من كلام زميلي امير، طبعا اكيد بنتمنى النهارده كل التوفيق لكل الالعاب الفرديه الالعاب الجماعيه، وخاصه ان كره القدم اللي اكيد بتسعدنا وبتسعدنا بشكل كبير جدا. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي منتظرين منه الكثير خلال الفتره القادمه، يوم مميز ويوم رائع جدا 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 بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، واختيار اكثر من رائع النهارده لتتويج وتكريم الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، وان شاء الله يكون مزيد من الانجازات والانتصارات خلال البطولات. عمرها ما هتكمل غير بالجمهور ان شاء الله، نتمنى عودته قريبا جدا للملاعب عشان يساند كالعاده لاعبي النادي الاهلي في مختلف الالعاب مش بس كره القدم. الجمهور هو العنصر الاساسي واللاعب رقم واحد في اي بطوله او اي مباراه بيشارك فيها اي لاعب بيحمل اسم وشعار النادي الاهلي، فاكيد تواجد الجمهور ان شاء الله خلال الفترات المقبله هيكون دافع مهم واساسي بالنسبه لكل فرق الرياضيه المتواجده داخل النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق المزيد والمزيد من البطولات المختلفه ان شاء الله لصالح القلعه الحمراء.